هذه المسألة هذه يعني خطيرة جدا. هذيك الزيادات متحملة الدولة واحد الجزء منها والمواطن تيخلص الباقي. حتى هذاك النقل اللي هما كيستافدوا منه واحد الاستفادة كبيرة لازم يخضع حتى هو القوانين، ولازم يتعطى للشركات ديال النقل اللي هما في الميدان. الحكومة ما كتعطيش الدعم، وهي الزيادة كاينة ولكن بواحد النسبة اللي ما كتعداش 10%. يعني هذا أصبح مشكل عالمي. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم رشيد بناني كتبي بالدار البيضاء، رئيس الجمعية ديال جهة الدار البيضاء ستات. إوا أنا ما غاديش نقول المدارس الخاصة، ولكن بعض المدارس، لأنه ما يمكنناش نحطو التهم على الجميع، ولكن بعض المدارس الخاصة ودابا أصبحوا بكثرة. يعني هاد الفئة كتشكل واحد الخطورة في التجارة على الصعيد الوطني، بحيث دايرة واحد المشكل لا بالنسبة للموزعين ولا بالنسبة للكتبيين، تيوقعوا في واحد المشكل وتيوقعوا في تضخم، لأنهم تيستوردوا أو تيشتاريوا كيقتنيوا الكتب باش يبيعوها للآباء، وتيصبحوا بواحد في واحد المشكل كبير ديال تضخم الكتب. كل سنة عندهم تضخم، لهذا طلبنا من المسؤولين عدة مرات باش يتخذوا إجراءات في هذه القضية هذه. والقانون واضح، كاين مسطرة اللي هي كاين مذكرة وزارية اللي هي 0006 اللي كتمنع المدارس الخاصة من بيع ماشي غير المستلزمات والكتب بل أي شيء، لأن هي الرخصة اللي عندهم رخصة للخدمات فقط. والتوضيح أيضا، حتى هذاك النقل اللي هما كيستافدوا منه واحد الاستفادة كبيرة لازم يخضع حتى هو القوانين، ولازم يتعطى للشركات ديال النقل اللي هما في الميدان، ماشي المدرسة الخاصة هي اللي كدير كل شيء. المدرسة الخاصة الدور ديالها التربية والتكوين والتعليم فقط، الخدمات لا. أنا ماشي مع أو ضد، ولكن أنا مع احترام القانون، واحترام القانون راه تيخلي التعايش، لأن المدرسة لولا الكتب ما غاديش تكون المدرسة مهيئة مزيان. ودابا كيستغلوا الفرص بعض المدارس أخرى باش كيخليو الكتب يقتني الكتب الوطنية اللي هي في واحد الثمن مناسب بالنسبة للآباء، وتيمشيو يقتنيو هما مباشرة من عند الناشر أو الموزع الكتب الأجنبية. وهي الزيادة كاينة ولكن بواحد النسبة اللي ما كتعداش 10%. علاش؟ الزيادة كاين اللي كيتكلم عليها أنها فاحشة، ولكن لا، كيبالغوا في الزيادة في الأسعار، لأنه الزيادة كاينة نتيجة عن جوج المسائل. المسألة الأولى هي ديال الزيادة في المحروقات، ومسألة الثانية الزيادة في الورق، هذا هو. ولكن مني كنديروا العملية حسابية كنصبوا على أن الزيادة لا تتعدى 10% بالنسبة للدفتر والكتاب، بالنسبة للدفتر والكتاب اللي هو مستهلك الورق. لا لا لا، هذا سؤال يعني خصو ساعات وساعات للتوضيح. الحكومة ما كتعطيش الدعم من أجل تخفيض ثمن الكتاب أبدا. الدعم دايره الدولة في ثمن الكتاب، دارسة ثمن الكتاب مع الناشرين باش، وكاين يعني مضاربات ما بين المضاربات باش يكون الثمن مناسب للآباء. الدعم هو
ملي كنتكلموا على ثمن الكتاب، ثمن الكتاب الدعم ديالو هي ان الوزاره كتطلب من الناشرين باش يديروا ثمن خاص للاباء. اما الدعم اللي كتكلم عليه الان هو دعم لبعض المكتبات اللي عندهم بعض الخدمات. هذيك الخدمات مثلا منها ينشروا لبعض الكتاب، فهذيك الخدمات اللي تيقدم لهذاك الكاتب الوزارة كتشجع هذاك الكتبي البسيط اللي كيدعم الثقافة، اللي كيدعم الكتابة والثقافة، وكتدعمه بواحد الثمن، بواحد الثمن اللي هو مناسب. بحال دابا الا مثلا غادي يطبع من شي كتاب 500، التوضيح ماشي يطبع لشي كاتب 500 كتاب ولا شي حاجه هكذا، تيخصو يدلي بالوثائق ديالو ديال الطبع مع المكتبه الوطنيه للمملكه المغربيه، ومن بعد ما كيكون الملف ديالو تيقدمو للوزاره، والوزاره كتعطيه واحد الدعم مناسب اللي الا بغيتي نقدر الثمن، نقدر الثمن اللي ما كيتعدى شي 4000 درهم بالنسبه اللي غادي يطبع 500 ديال. وانا كنشوف هذه المساله هذه جيده باش كنشجعوا القارئ خصوصا الناشئه الشباب باش يقدموا على الكتابه وعلى النشر ديال الكتاب. ايوا هذا الخصاص هو ناتج على واحد المساله مهمه جدا. كاين عدة عناوين في كل مادة، وتيكون الكتبي يعني في واحد المخاض أنه واش خصو يوفر هذيك العناوين كلها ولا خصو يدير خدمة من قبل ويشوف المدارس اللي قدامه شنو طالبة في العناوين. هذه الأولى. والثانية الخصاص تيكون ملي كيكون تضخم، ملي كيكون تضخم، ملي تيكون بعض الكتبيين الله يهديهم حتى هما تيشريو وما تيعرفوش شنو كيشريو، كيشريو واحد الكميه اللي هي اكثر من الخصاص ديالو. فما ناخذ مثلا في العيون، يا غادي يخصو الكتوبه خدا واحد العنوان ديال واحد الماده ديال واحد المستوى، خداه بواحد الكميه كبيره، دونك هذيك الكميه اللي خدا في البيع هو تيبيع القدر ديالو الكافي اللي تيبيع وتيشيطلو. من تيشيط له راه في مكان اخر راه كاين خصص، لا هو المشكل. ما عندي ما نقارن، هي الزياده حاصله هاد بالخصوص هاد السنه، بالخصوص هاد السنه هادي، هادي تراكمات ديال التراكمات ديال المرحله الانتقاليه اللي دزنا منها ودزنا منها سالمين صحيين، المرحله الانتقاليه ديال الكوفيد. جعلت من المحروقات غادي تزيد، جعلت من 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 المواد الاساسيه غادي تزيد، وقع زيادات، وقع زيادات. هذيك الزيادات متحمله الدوله واحد الجزء منها والمواطن تيخلص الباقي. ايوا اخاي شان نقول لك، هذه المساله هذه يعني خطيره جدا. احنا دوله يعني مسلمه محافظه، يعني هذه المسألة هذه الدولة واخدة احتياطات كبيرة في المراقبة. يعني عندنا يعني ورشات كبيرة في الوزارة ديال الداخلية اللي ساهرة على هذه المسائل هذه. وزارة التعليم، وزارة الثقافة، وزارة الاتصال، وزارة التجارة والصناعة، هادو كلهم هاد الوزارات هادو عندهم أقسام خاصة للمراقبة، والمراقبة صارمة في هذا الشأن هذا. يعني هذا أصبح مشكل عالمي كيشتكيو منه دول كثيرة، وحنايا ما كنشتكيوش منه بصفة كبيرة لأنه عندنا احتياطات لازمة في هذا الشأن هذا وصارمة. ما كتسامحش الدولة في هذه المسائل هذه، ما تسامحش، لأن عندنا الدولة إسلامية أشعرية سنية، ما يمكنش حنايا نخرجوا على الطريق ديالنا. الطريق ديالنا الحمد لله مستقيمة. اللي بغى شي حاجة عوجة وكان محترم وكيحترم نفسه ويحترم الآخرين،
اهلا وسهلا. وإلا ما احترمش الاخرين راه تيشكل عبء على نفسه وعلى الامه، وبالتالي هذاك هو الحرص ديال الدوله على باش تكون يكون المسار نظيف. ايوا كنتمنى الصحه والعافيه للجميع، وكنتمنى انه يكون الدخول سليم، لانه كاين شي كلام يسيء بالحاله الصحيه، وكنتمنى انه تكون الحاله سليمه في الدخول المدرسي، وان هذه الانباء اللي كتروج تكون مغلوطه، ونتمناو انه باش يكونوا الاباء حريصين على التربيه، بالخصوص على التربيه ديال الابناء ديالهم. وبالتالي راه غادي بهذه المناسبه هذه تنرفع انايا شخصيا برقيه لسيدنا الله ينصرو ديال الولاء، وكنهنيه بعيد الشباب في هذه المناسبه الطيبه، ونتمنى لكم انتم ايضا التوفيق في الاعمال ديالكم، وشكرا جزيلا. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.